السلام عليكم، معكم محمد. اليوم راح اشرح لكم طريقة عملتها في البيت، عبارة عن الزراعة المائية. الزراعة المائية تتكون من شيئين: احواض الزراعة وحوض الاسماك. الزراعة عبارة عن حوض سمك تقريبا متر وعشرين في متر في عمق 40 سنتي عفوا. الأسماك هذه طبعا أثناء تربيتها تنتج فضلات. فضلات الأسماك تطلع في الدينمو هذه فوق وتغذي الحوضين الزرقاوين هذيلا مثل ما أنتم شايفين. راح نتكلم عن الحوضين بعدين. حاليا الأسماك عندي أنا أسماك الكوي اللي هناك الحمراء هذه والبيضة هذه والحمراء، هاي الثلاث حبات، وعندي أسماك ثانية جايبهم من المزرعة اللي هم سمك التلابيا اللي هم هناك الصغار، طبعا صغار إنتاج السنة هذه. عندنا حوض في المزرعة طبعا كبير، فيه سمك كميات كبيرة ما شاء الله. نغذي من فضلات سمك الشجرة النخل. طبعا حطيت انا شجرة وردة الليلي، وردة جدا جميلة تعيش في الماء طبعا، لكن اخطأت بحاجة واحدة. ورقة الليلي محتاجة رمل، وانا ما كنت اعرف ان السمك هذا يحب اللعب في الرمل، فللأسف ما حطيت جرافل او كنكري هذا بداية، ما حطيت أساس أحمي الرمل من السمك أنهم يلعبوا فيه. فلعبوا طبعا في الرمل، نزل الرمل كله تحت. الرمل إذا نزل مثل ما أنتم شايفين راح تسحبه احتمال الدينمو، وإذا سحبت الدينمو الرمل راح توديه للحوضين هذي. لا نحن طبعا شو قلنا، نحن نريد نحتاج زراعة مائية، يعني حجر فقط وماء السمك. طبعا اذا جاء هذا، اذا جاء الرمل وراح للحوضين هذيلا، احنا ما راح نتكلم عن موضوع الزراعه المائيه، راح نتكلم عن زراعه ثانيه اخرى ما لها علاقه في الزراعه المائيه. فنحن نحاول نكون ان هذا فقط حجر مثل ما انتم شايفين وماء. طبعا انا ما اقدر اشيل الشبك هذا، لانه اكتشفنا بأن الطيور تحب البذور لما تطلع، تحب تيجي الطيور وتاكلها، فعلى أساس نحمي المنتوج لازم نغطيها بالغشاء الأخضر هذا إلى أن تكبر، وبعدين راح نفك إن شاء الله الغشاء الأخضر. طبعا الماء لما يجي هذا ثلاثة أرباع، هذا ثلاثة أرباع قياس الهوز. الدينمو مثل ما انتم شايفين دينمو عادية تبعت الاحواض السمك العادي، يعني حطيت اني تي، حطيت راجع على اساس اعرف كمية نسبة تدفق الماء اللي طالع فوق للتونكي الزراعة. اذا التدفق عالي ارخي، اذا التدفق واطي اشد على اساس يزيد التدفق. نرجع هني للاحواض، أنا آسف المكان مبعثر، كل هذه بقايا الحرب. فهذا الحوض طبعا معروف هذه الأحواض في الخليج أو في العالم العربي، معروفة الأحواض هذه، أحيانا الناس تستخدمها لأعلاف الدواجن والمواشي، لكن أنا عملت فيها طبعا، أنا مش أنا، هذا بعد بحث كبير يعني في الإنترنت عن طريق اليوتيوب وعن طريق أكثر شيء صراحة الغرب هم يتكلموا عن هالمواضيع هذه، العرب يعني قلة قليلة يتكلموا عن هذه الامور. طبعا كل تانكي من هذيلا تحت، خلونا نرجع. اولا الخشب هذا كله خشب ريسايكل، معاد تدويره. الخشب هذا في البيت عندنا قصيناه وركبناه. طبعا تحت تحفر حفره ثلاث ارباع، تحطوا هذا ميل في ميل، يسموه ميل في ميل ذكر وانثى،
تمام، ينزل يفضل بشكل كبير جدا بأنه الكوع هذا مستواه أعلى من التانكي على أساس تكون نسبة تدفق الماء سلس. وفي التانكي الثاني هناك الثاني عندنا هذا صبعي طبعا 1 إنش 1 إنش نازل وطالع مثل ما تشوفوا. واجهت مشكلة في السلوب فقصيت، اضطريت اني اقص التانكي على اساس تكون نسبة التدفق عندي ممتازة. ارجع فوق، طبعا هني في موجود سيفون. السيفون هذا عبارة عن لما تكون نسبة الماء لما تعلى نسبة الماء تدخل. شوفوا انتم في الانترنت كثير طرق من طرق صناعة السيفون، ينقطع او ينقص بهذه الطريقة تقريبا 1.5 إنش في الداخل، 1.5 إنش من 3 محاور، ونخلي 3 محاور على اساس يمسك الهواء يدخل من هني يطلع لحد فوق. لما ينحبس الهواء هني سبحان الله يتدفق الماء وينزل من هذا البايب ويرجع للسمك، وحركة دائرية طبعا مستمرة. البيب الداخلي مثل ما قلنا 3 4 3 4. الحين انا مبند السيستم، ما يشتغل السيستم بعد شوي بس عشان التصوير لانه مزعج مزعج. زرعنا الجرجير طلع الحمد لله، زرعنا الطماطم طلع ما شاء الله، زرعنا الفلفل الحار، هذه تباشير الفلفل الحار، زرعنا النعناع طلع النعناع، النعناع طبعا شلته من 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 الحديقة، من الحديقة هناك، الحديقة هناك ما شاء الله. فهذه نسبة التدفق طبعا هذا البايب هذا عبارة عن 4 إنش مخرم على أساس الماء تدخل، نسبة الماء تدخل بشكل طبيعي. نجي من هاي الناحية، هذه اللوبيا، اللوبيا كبرت ففتحت عنها شوي على أساس تكبر طبيعي، ما في شيء يكون حاجز لها. طبعا مثل ما شايفين هني لوبيا لوبيا لوبيا، هناك جرجير، وهناك آخر شيء في الطماطم. حاليا أنا مسكر عليها، والحين بفتح على أساس تشوفوا كيف نسبة التدفق الماء. هذا الماء ينزل الآن راح يمتلي. أنا أحاول أصور في أقل من 10 دقائق على أساس أعرف إذا الفيلم كان طويل الواحد يمل، بس بقولكم كيف الطريقة. لما الماء يبدأ يرتفع 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 سبحان الله راح يبدأ ينزل من هذه الناحية، بس راح أخبركم أنا قبل لا ينزل. هذاك الراجع أنا مسكر عليه بطريقة بعد يعني بعد 4 أيام دراسة في الموضوع، لقيت أن هذا الارتفاع نسبة التدفق هذه ممتازة جدا. أنا أفضل بعد ما تجيبوا السمك تخلوه مدة 7 أيام على أساس يكثر وسخ السمك. لما يكثر وسخ السمك تكون نسبة الفائدة أعلى. هناك في عندي شوية مشكلة في نسبة الماء، شوفوا شوفوا ارتفع نسبة الماء، شوفوا 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 بحاول أصور مع بعض. شوفوا نسبة الماء على اليسار، شوفوا نسبة الماء على اليمين، البايب زادت 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 على اليسار، زادت على اليسار، شوف على اليمين نزل، شوف على اليسار. بحاول اصور الاثنين مع بعض، خلاص اللي على اليسار نزل الماي، نزل منسوب الماي تحت، وعلى اليمين مثل ما انتم شايفين نسبة التدفق عالية جدا ما شاء الله. هذا 1 إنش، هذا بالنسبة مثل ما قلنا 1 إنش. بعدين يوقف وتستمر الحياة. طبعا الراجع، هذه الفقاعات اللي يسويها الراجع هذه مفيدة جدا للسمك،
لأنها كلها عبارة عن أكسجين، بالإضافة إلى الراجع، هي راجع الدينامو، مفيدة جدا. نشوف الثلاث أرباع، نشوف ثلاث أرباع شو راح يسوي الحين. نسبة الماء تطلع، نسبة الماء تطلع، يفضل نسبة الماء تكون أقل من السطح، من سطح الحجر بتقريبا عقلة أصبع، عقلة أصبع واحدة. شوفوا هنا امتلأ امتلأ امتلأ، بدأ 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 بدأ، شوفوا بدأ. بدأ يلا. وشكرا، شكرا جزيلا على المشاهدة. ورجاء إذا حبيتوا الفيلم أو المقطع أو الشرح يرجع ضغط لايك، وإذا حبيتوا سبسكرايب يا أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله راح تكون في مقاطع محدثة في القريب العاجل. هذه مدام موجودة.